في حاجة مش متأكد منها عايزك توضحها لي. اتفضل. فعلا ابوها طالب منك 150,000 جنيه تمن ان انت حولتها له من بنت لمرأة لمرأة يعني او لست؟ ايوه لحد النهارده. وهو دي المشكله انا بتصل لحضرتك فيها يعني. دي مشكله مطلوبه. هو المفروض ان انا لما اتجوز بنت ارجعها له بنتي؟ لا ده عيب في وشي يعني. بناء عن ايه؟ ماشي لو انا غلطان. لا انا ادفع مش 150,000. لا انا ادفع زي الناس بتقول. انا بقول يا جماعه اقعد في قعده حق يعني. عايز اعمل قعده عرفيه واقعد اتحاسب فيها ده حق ولا مش حق؟ ايه؟ طب هو بيقول لك ال 150 دي بتاعت ايه؟ بيقول لي عشان خاطر انت كنت واخد بنتين من تبنوت ودلوقتي بقت مدام. هو المفروض ترجعها له بنت بنود؟ ده وحشه في حقك. والله انا مش فاهم برضه. حد يغلط الغلطه دي؟ المفروض انت اتجوزت واحده تحافظ على النقطه دي. المفروض لما كل واحده في حالتها مثلا يعني واخدها بنت بنود ويرجعها بنت بنود. لا إيه انت بتقدم لانك انت ما طلعتش راجل فتدفع الفلوس دي. ماشي. لكن هي فعلا قالت لك عايز اروح اولد عند امي وانت وافقت؟ حواله وبعت لها صوره الحواله بنفس التاريخ اللي هي ولدت قبل ما تولد كمان بفتره يعني قبل 4 أو 5 أيام. لكن انت لما عملت الحادثه يا محمد فعلا هي قالت لك ابوها جه وهي قالت لك انا انت مش متجوز ممرضه وسابتك وانت مكسر وراحت بيت ابوها فعلا؟ قسما بالله العظيم. بس الزوجه المصريه مش كده يا محمد. طب اقول لحضرتك على حاجه؟ اقول لحضرتك على حاجه. لما رجعت هي لما قالت لي انا عايز اجي وابويا غصب عليا وخدني وغصب عني وانا اسفه ومش عارفه ايه. لما رجعت وقعدت ابوها راح حضر محضر رقمه 3591 ضد ان انا خطف بنته. خطف مراتك بقى؟ يعني انت خطف مراتك؟ ان انا خطف بنته. وجت الشرطه بالفعل بقياده الرائد محمد شتا تمام واستجوبوها هي شخصيا. انا ما كنتش موجود في البيت كمان يعني كانت هي قاعده في البيت لوحدها تمام. اللي انا خاطفها دي المفروض اكون مثلا حابسها وانا قاعد على الباب البيت عشان ما تتهربش صح؟ صح طبعا.